والارض دي ارض مطبله وارض مملحه، وانا قلت في المجلس وتحت القبه ان وزير الري ووزير الزراعه ما يعرفش يعني ارض مطبله وارض مملحه. ربنا حضرتك قلت هذا في طبعا طبعا ولكن الرتب استجاب تمام. وتم زراعه اضافه 100,000 فدان لان انا ما بتكلمش بلسان على مستوى الجمهوريه. تم اضافه 100,000 فدان على مستوى الجمهوريه لان انا نائب الشعب. طبعا صحيح انت مش مجرد بس بالظبط كده بالظبط صح بالظبط كده صح. طبعا حضرتك وانا طبعا يمكن من خلال منبر سيادتك اللي هو طبعا جديد برامج الهادفه اللي المواطن يستفيد بيها، وعبد اللطيف بيه رئيس قطاع الري معانا في زراعه الرز العام القادم. طبعا انا بنقول لحضرتك وبنامل وماجد بيه شاهد والمشاهدين شاهد. احنا على الهواء على الهواء يعني وانا بنقول لحضرتك والكلام ده هنتحاسبوا عليه ان كان في عمر في زراعه الرز. اتفضل انا بنقول لسيادتك هتحصر لي ايوه جميع المساحات اللي هي على مصارف الصرف في جمهوريه مصر العربيه. تمام تمام سيادتك تمام. والمساحات اللي بتراوي راي ارتيازي تمام تمام، والمساحات اللي هي متاخمه بالنسبه لي انا بقى، والدلنجات حش عيسى الدلنجات او مطامير اللي هي متاخمه لترعه النبريه لان النبريه عاليه والارض واطيه فالارض بتنشع فالارض فيها مطبله مش هتزرع الا رز. ابدا سيادتك بالمساحات دي، ابدا بالمساحات دي وكمل عليها من الترع العاديه. مش هتلاقي فدان واحد مخالف لان انا ماجد بيه هو الفلاح بيخالف ليه؟ لان انا ارضي ان ما زرعتهاش رز مش هتزرع. ما بتزرعش الا رز. ليه؟ زي ما قلت ما هو انا هنزرعها دوره مش هتجيب، لب مش هتجيب، قطن مش هتجيب. يبقى مش هتزرع حاجه خالص، يبقى هنزرعها احنا غلصنا العقوبه. والله لو غلصت العقوبه 100 مره هيزرعها بقى. هيزرعها ليه؟ هياكل منين؟ ليه؟ وانا احنا غلصنا العقوبه البديل غلصنا العقوبه بس